محامي في وهران بن دحمان محمد امين نفس الشيء، وقفوه عن العمل لانه هذا المحامي هذا ترشح الانتخابات على نقابة محمد في وهران يحامي على المعتقلية الرأي، ومعروف انه المحامي تاع المعتقلية الرأي ما يخلصوش يعني مطوعين. نفس الشيء هذا يوقفوا، وشكون يوقفوا؟ النقابة اللي انتخبت زورا واللي كانوا مترشح ضدها يوقفوه ويخبروا الوكيل العام، هو ما يخبروش، هو ما يخبروش. يعني شوف الخرجات اللي يديروها كلها باينة تكشف انه هذه العصابة فقدت اعصابها واللي تضبط هي قاعدة تنتهي. هشام اسمح لي نقطة مهمة. شوف كل مرة تجي موجة اعتقالات هكذا يوقفوهم ويبدو هكذا هم يتبهدلوا حقوقيا، هو يروح يصدر عفو قال لك في عفو رئاسي عليهم، هذه المرتين يعني وتكرر في نفس العملية، توقفهم انت تكون تحت الضغط انت تروح تدير عفو. شفنا جماعة نكاز وهذوك اللي خرجوا بعفو، والآن راهي موجة أخرى من الاعتقالات. واضح أنها هذه الاعتقالات ما حققت والو، راهي ما حققت حتى شيء، حاولوا يخوفوا الناس كذا ولكن إصرارهم حتى الرسائل نتاع المعتقلين اللي يجي من السجون عن طريق المحامين نتاعهم كلهم مصرين على مواقفهم، مصرين على حراكهم، مصرين على كل شيء، لم يتراجعوا لا في السجن ولا خارج السجن. علاش التفكير بهذا المنطق؟ هذا ما هوش منطق معالجة الأزمة يعني، وخاصة في ظل هذه الظروف وجود منظمات تضغط. يعني وش حابين، وش كل اللي قاعد يفكر لهم إذا كان يفكروا أصلا؟ أيوة شو يفكروا؟ هذا شو المفكر ويذكره هو يقول في هذا نزار النينجا جمجي الاستعماري، كيفاش تعمل الاستعمار مع الشعب الجزائري بعد الثورة؟ عم بالك يوقف الرؤوس ويقتل الرؤوس، سمعت؟ تنتهي الثورة، ولكن ما حبش يفهم أنها ثورة شعب. الاستعمار كما قال عليه الجنرال جياف بطل معركة ديان بيان فو الفيتنامية، قال الاستعمار تلميذ غبي ما يستوعبش الدروس، لأنه الأخطاء اللي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في فيتنام عاود ارتكبها في الجزائر. نفس الشيء للعصابة اليوم، الأخطاء اللي ارتكبتها في التسعينيات راهي عاود ترتكب فيها اليوم، لأنه هذه العصابة ما حبش تفهم أن هناك غضب شعبي، أن هناك رفض شعبي، أن هناك قطيعة مع الشعب من الشعب والنظام. هذه لازم تفهموا. أنت كيفاش ولا واحد انتخبك ولا واحد قال بيك، والناس تخرج كل أسبوع تندد بيك وطالب بيك الرحمة، وش مقاعدك؟ الشعب اللي ما يحبكش. صحفتهم هشام، صحفتهم وذبابهم الإلكتروني يروج يقول لك لا أراك راهم الناس اللي يخرجوا هو عدد قليل، الشعب الجزائري 45 مليون وهذو ما لحقوش حتى مليون. صح، ناس يخرجوا. نعم. الناس اللي يخرجوا أقلية كما قال أنا كنت على رمدي زيتوني قالوا مثل 0.02. أنا أستاذ حاجة نتذكروا في التسعينيات كانت العصابة الحاكمة تنظم مسيرات في كل مدن الجزائرية، يسموها مسيرات عفوية، عفوية ولكن تلفزيون حاضر، صحافة حاضرة، كلش حاضر باش يغطي. يقولك مسيرات عفوية في تطاوين لباء، في بيرغبالو، في مسيلة، في الجزائر العاصمة، الجزائر ما داروش، العاصمة ما داروش، المهم في كل جهات. خرجوا في الناس قلهم روحوا خذيروا نفس الشيء إذا قدرتوا تنجحوا وتلموا 100 واحد يخرجوا. ها هاي ما نشوفوش كل أغلبية اللي خارجين بلا ما يجيبوا لهم لكار، بلا ما يعطوهم ساندويتش، بلا ما يعطوهم 50,000 اللي هادو يخرجوا يروحوا ما يجيبوا يعطوهم مليون مليون كما في 2011. في 2011 كان يعطوهم مليون للواحد ويقولوا لهم يجيبوهم من الأحياء الشعبية قرائي مليون وضربوا وديروا مظاهرة مضادة. كلهم بقناهم قادرين يوجدوا هذا،